صوتك يمكنه الكشف عن إصابتك بالسكري، هل تصدق؟ دراسة لباحثين من لوكسمبورغ للصحة أوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الصوت يمكن أن يساهم في اكتشاف مرض السكري النوع الثاني بدقة وسهولة، حيث استخدم الباحثون تسجيلات صوتية بسيطة مدتها 25 ثانية مع بيانات صحية مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم وحالة ضغط الدم، وطوروا نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه تمييز ما إذا كان الفرد مصاباً بالسكري من النوع الثاني أم لا، وكانت النتائج مذهلة، إذ حددت الخوارزميات القائمة على الصوت 71% من حالات مرض السكري من النوع الثاني لدى الذكور و66% لدى الإناث. أما مرض السكري من النوع الثاني فهو حالة مزمنة تتسبب بارتفاع مستويات السكري في الدم، ويرتبط المرض عادة بالسمنة وقلة النشاط البدني والتقدم بالعمر، ويساعد الكشف المبكر عن المرض في منع المضاعفات الخطيرة والتي تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب والكلى.